الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس. غوتيريش يزور روسيا وأوكرانيا لبحث التهدئة، وألمانيا تستضيف اجتماعا لمناقشة الاحتياجات الأمنية لكييف. الولايات المتحدة تحذر بالرد على الصين إذا أقامت قاعدة عسكرية في جزر سليمان. السادسة صباحا الرابع بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع سارة عبد الله. صباح الخير سارة. صباح النور رؤي، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤها على الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤها على الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية، بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا والطريق الدائري الأوسطي. سيادتك يا فندم، مشرفنا في واحد من أهم الشرايين المرورية الرئيسية بالدولة واللي بتربط مناطق الشرق بباقي مناطق الجمهورية عن طريق مجموعة من المحاور الرئيسية العرضية اللي سيادتك أمرت بإنشائها وتطويرها، بدءا يا فندم من الطريق الدائري والجاري أعمال تطويره وتوسعته لتسهيل الحركة على المواطنين، ثم يا فندم الطريق الدائري الأوسطي واللي سيادتك بيربط كافة المناطق داخل إقليم القاهرة الكبرى، ثم يا فندم الطريق الدائري الإقليمي اللي بيربط مناطق الوجه البحري بمناطق الوجه القبلي، وبعد كده يا فندم محور وصلة أم عمر اللي سيادتك شرفتنا عليه من 3 شهور تقريبا، واللي بيبدأ يا فندم من تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الزراعي ثم الإسماعيلية الصحراوي ثم مرورا بوصلة طريق جنيفا ثم طريق القاهرة السويس الصحراوي ثم طريق القاهرة العين السخنة والربط على طريق المحاجر. كنت سيادتك أمرت يا فندم إن احنا نحرر الحركة المرورية أعلى هذا المحور، وده تم بالفعل يا فندم عن طريق إنشاء كوبري تقاطع طريق القاهرة السويس مع محور أم عمر لساتك مشرفنا عليه واللي تم نحو أعماله بنسبة 100%. ثم بعد كده يا فندم طريق القاهرة السويس بيتقاطع مع محور 30 يونيو واللي بيبدأ يا فندم بيربط مناطق الساحل الشمالي بدءا من محافظة بورسعيد ومرورا بمحافظة الإسماعيلية ثم طريق القاهرة فايد ثم يا فندم طريق الإسماعيلية الصحراوي وطريق القاهرة السويس ووصولا لطريق السخنة يا فندم ومنه إلى طريق الجلالة حتى طريق الزعفرانة والربط على مناطق الصعيد. المحاور العرضية دي كلها يا فندم مربوطة بشبه جزيرة سيناء عن طريق مجموعة من الأنشاء اللي سيادتك أمرت بإنشائها وتطويرها. كذلك يا فندم ترجع أهمية طريق السويس في زيادة حجم التدفق التجاري والسياحي وزيادة حجم الاستثمارات، نظرا أن شبكة تطوير شبكة الطرق يا فندم هو المعيار الرئيسي في التنمية المستدامة اللي سيادتك دايما متأكد عليها. برضه يا فندم يعتبر طريق السويس هو محور الوصل الرئيسي لعديد من الموانئ المطلة على البحر الأحمر بدءا من ميناء السويس، ميناء الأدبية، ميناء العين السخنة وميناء شرم. لو اتكلمنا يا فندم عن وصف المشروع، مشروع إنشاء طريق القاهرة السويس يا فندم بإجمالي طول 109 كيلو متر، بيبدأ يا فندم تقاطعه مع طريق النصر وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري، ده المرحلة الأولى يا فندم بطول 7 كيلو متر. المرحلة الثانية يا فندم تبدأ من تقاطع الطريق الدائري وحتى تقاطع الطريق الدائري الإقليمي بطول 46 كيلو متر. المرحلة الثالثة يا فندم بتبدأ من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي وحتى تقاطع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي. لا احنا خلصنا ده كله، اتفضل يا فندم. مش كده خلصناه تمام يا فندم عدا الجزء الأسمنتي، يعني أنت عملت الطريق الرئيسي لكن الخدمة لسه شغالين. تمام يا فندم، تمام يا فندم. احنا هنخلص امتى؟ بالنسبة للطريق الرئيسي يا فندم إن شاء الله احنا هنخلص ناوي الأعمال السطحية بالكامل بإذن الله بنهاية الأسبوع الجاي وهيبقى جاهز للافتتاح إن شاء الله قبل العيد. بالنسبة يا فندم لطريق الخدمة إن شاء الله الاتجاه القادم من القاهرة في اتجاه السويس بإذن الله 30 يونيو 30/6، الاتجاه القادم السويس يا فندم في اتجاه القاهرة خلال شهر أغسطس، يعني شهر 8 بإذن الله يا فندم. طيب أنا وأنا طالع عندك دلوقتي تمام، بس إن أنت عامل حاجتين للوصلة اللي جاية من أم عمر. من أم عمر
تمام. لا مش هينفع خليها حضرتك مع كده يعني. هو الشيف السوري يساعدك يعني. حاضر يا فندم. اتفضل. الطريق قبل التطوير كان عباره عن 3 حاره مروريه لكل اتجاه للطريق الرئيسي وجزيره وسطى، و2 حاره مروريه رصف اسفلتي. تمام سيادتك. ونظرا يا فندم للاحمال المروريه المتوقعه لصالح حركه نقل البضائع اللي هي مستخدمه في حركه التجاره الداخليه بين المحافظات بالظبط يا فندم، او حركه التجاره الخارجيه اللي بتبقى موديه للمواني يا فندم، لقينا ان احنا لازم نزود سيادتك لرصف الخرساني، يتحول الطريق من رصف اسفلتي لرصف خرساني وزياده عدد الحارات بتاعته ل3 حاره مروريه، وان هو يتحمل يا فندم بدل ما كان متحمل قبل التطوير 60 طن بقى بيتحمل 160 طن. ونفس الكلام للي جاي بالظبط، رايح جاي حاجه بالظبط بالظبط. قابلنا سيادتك مجموعه من العوائق اثناء تنفيذ الاعمال، من ضمنها يا فندم ابراج ضغط عالي كانت متعارضه معانا في المسار، وتم التنسيق مع وزاره الكهرباء يا فندم للقيام باعمال مناوره لفصل التيار الكهربائي بدون التاثير على شبكه الكهرباء اثناء تنفيذ الاعمال بتاعتنا، وفي نفس الوقت البدء في زراعه اعمده كهرباء جديده خارج حدود التطوير. اللي ان شاء الله يا فندم برضه الطريق ده يا فندم بعد نهو هيساهم في تقليل الزحام المروري وتسهيل الحركه على المواطنين، مما يؤدي لتوفير الطاقه وتقليل الانبعاثات الضاره بالبيئه. انت برضو في اداما السؤال ده بساله للزملاء واحنا موجودين، اقول لهم يا جماعه هل انتم شايفين بعد خدمتكم هنا وشغلكم يعني تمام الكام شهر دول في حاجه ممكن نعملها بدل ما نعمل اعاده تمركز ثانيه او اعاده ان شاء الله فندم؟ في الوقت الحالي احنا الحمد لله مغطيين ربط جميع المحاول الطوليه بالعرضيه مفيش مشكله. ان شاء الله فندم العاصمه الاداريه بصفه الطريق السويس يعتبر المدخل الشمالي الرئيسي ليها، احنا دلوقتي ان شاء الله بنخلص المرحله الاولى في العاصمه الاداريه، بمجرد يا فندم بدء اعمال المرحله الثانيه هنبدا يا فندم ان شاء الله ندرس ونعرض على سيادتك امكانيه ربط المحاور العاصمه الاداريه بالمحاور الطريق السويس بالمحاور العرضيه. بالمناسبه اتفضل، وانا جاي دلوقتي شفت المطار بتاع العاصمه. تمام سيادتك. فانا قلت بصوا عليه كويس وازاي نخليه ليه مدخل من عن طريق السويس، واذا كان محتاج ان احنا نعمل له لاند سكيب كويس. تمام سيادتك. حاضر. ندرسوه وتجهزوا له التخطيط وخليه يبدا. تمام يا فندم. برضه يا فندم بعد سيادتك احنا طريق السويس الوصله دي من الاقليم لحد وصله نفق الشهيد احمد حمدي كان فيها مشكله جامده جدا بتحصل في وقت الشتاء في السيول والامطار، فتم دراسه السيول لاعمال الحمايه من مخاطر السيول دراسه دقيقه عن طريق مكاتب الاستشاريه، تم تحديدها من مكتب الشرعيه الهندسيه للقوات المسلحه، ونفذنا يا فندم عدد 16 بلبق صندوقي لاستيعاب كافه المياه المتوقعه تعدي تحت الطريق لمسافه لمده 58 سنه لقدام ان شاء الله باذن الله. اعمال ضبط الجوده للطرق يا فندم بتتم طبقا لمعايير جوده عالميه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري والكود المصري. هنا في المشروع يا فندم نفذنا او مخطط تنفيذ 4600 اختبار معملي للطرق، اتنفذ منهم لحد دلوقتي 3700 وجاري تنفيذ الباقي يا فندم ان شاء الله. ودي بعض وثائق الجوده ضبط الجوده الموجوده. شكرا. بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى 40 لعيد تحرير سيناء. وقال رئيس مجلس الشيوخ إن هذه المناسبة تدل على التقدير لعطاء شهداء رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا ولا زالوا بأرواحهم فداء لوطننا الغالي، وروت دماؤهم الطاهرة كل حبة رمل من أرض سيناء التي تعطرت بخطى الأنبياء، مشيرا إلى أن هذه الذكرى الغالية ستظل دائما وأبدا فخرا لكل المصريين. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والتي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان، وذلك لتوفير كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 60%، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل اللي يحب بلده بلد بتحبه كده، عايش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل. حتى نهاية شهر رمضان المبارك تستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 22 منذ أكثر من شهر لتوفير كافة احتياجات البيت المصري من سلع استراتيجية غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% تخفيفا عن كاهل المواطنين ومساندتهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة. بعد المبادرة عدد العاملين أو عدد العملاء عندنا زادوا بطريقة كويسة جدا، الناس بقت فيها عندها إقبال أحسن من الأول، بقى عندهم اطمئنان من ناحية الأسعار. التوفير بتاع البضاعة نفسه سواء من المنتجين أو من الشركات الموزعة خلى العميل مطمن إن الحاجة موجودة باستمرار وسعرها مناسب ليه في كل وقت، فبينزل بيشتري احتياجاته في أي وقت.
فرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك بتبان متشافهي مش بس كلام. شهدت هذه المرحلة منذ إطلاقها مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية، حيث تتوفر السلع في 993 فرعاً لهذه السلاسل منتشرة على مستوى الجمهورية بجودة عالية وبالتخفيضات المعلن عنها في المبادرة. كما بدأت هذه السلاسل في توفير السلع التي ترتبط بعيد الفطر المبارك مع مد فترة المبادرة. قدمنا للمواطن بالنسبة لمناسبة عيد الفطر المبارك كل احتياجاته من لحوم ومن ملابس ومن سلع غذائية ومن كحك ومن بسكويت، كل احتياجات المواطن المصري اللي دخلت عيد الفطر قدمناها له بتخفيضات تصل ل 60%. انا جيت النهارده اجيب طلبات بيتي، لقيت مبادره كلنا واحد. طبعا المبادره دي موفره لناس كتير حاجات كتير قوي واسعارها كويسه، ووفرت للناس عيشه كريمه في ايام شهر مفترق في ايام كلها خير، فربنا يا رب يديمها، يا ريت تستمر. بصراحه احنا بنشكره ان هو حس باللي احنا فيه والموقف اللي احنا فيه دوت، فطبيعي لازم نشكر الرئيس على الخدمات اللي بيعملها لنا وبيقدمها لنا. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية بنطاقها قامت بطرح كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية من خلال السلاسل التجارية والشوادر وقوافل السيارات، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء في ظل التخفيضات الكبيرة في الأسعار. امتدت المبادرة بتخفيضاتها إلى الميادين الرئيسية بالمحافظات من خلال قوافل من السيارات وجهت إليها محملة بكافة أنواع السلع الاستراتيجية، لكي يستطيع المواطنون الاستفادة من تلك التخفيضات في تلبية احتياجاتهم اليومية. بالنسبة للقوافل في إقبال شديد من المواطنين، الأسعار مخفضة بنسبة كبيرة، فإحنا بنبقى يعني سعداء إن المستهلك بيقبل على القوافل لأن معانا أسعار مخفضة بأسعار كبيرة جداً بخصومات كبيرة. مبادرة جميلة جداً وإحنا بنشكر الرئيس، وياريت المبادرة دي تستمر يعني. والله دي فكت أزمة علينا، والعربيات دي فكت أزمة كويسة جداً وبجيب حاجات رخيصة قوي. أنا بشكر كل القائمين على هذا المشروع، المشروع ده مشروع ممتاز جداً، ياريت يستمر، ياريت يستمر، وخاصة إنه بيقف في ميادين حلوة. ما بين وفرة في المعروض من السلع وتخفيضات الأسعار والمشاركة الواسعة من السلاسل التجارية والكيانات الصناعية في مبادرة كلنا واحد، يتحقق ما تسعى إليه وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لتظل هي المبادرة الاجتماعية الأهم التي تتجدد لتحقق هذا الهدف. اشتباكات جديدة بين قوات الاحتلال ومجموعة من المصلين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة العشرات بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع عشرات الإصابات بحالة اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز على ساحات المسجد الأقصى. هذا وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها تدعو إلى إجراء تحقيق فوري وحيادي وشفاف في استخدام القوة من قبل الشرطة الإسرائيلية، والذي أدى إلى إصابات واسعة النطاق بين المصلين والموظفين في الحرم الأقصى وحوله. كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام القوة بهدف تجنب أي انتهاكات أخرى.
وفي الشأن التونسي أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا يعطيه صلاحيات تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل استفتاء شعبي منتظر في 25 يوليو القادم. ويقضي القرار بأن يختار الرئيس التونسي رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعضوين آخرين على أن يعين المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين. أعلنت وزارة البيئة التونسية أن سفينة إكسلو الغارقة في خليج قابس لا تحتوي أي وقود وأن خزانات السفينة فارغة. وأضافت البيئة التونسية أن السفينة الغارقة لا تشكل أي خطر للتلوث حاليا وأنه سيتم إيقاف جميع العمليات والنظر في إمكانيات انتشالها في المرحلة القادمة. وكانت سفينة الشحن التجارية إكسلو الحاملة لعلم دولة إغينيا الاستوائية قد غرقت بخليج قابس محملة بنحو 750 طنا من مادة الوقود وفقا لبيانات سابقة صادرة عن وزارة البيئة التونسية وفي طريقها إلى مالطا. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة روسيا، مضيفا أنه تم إزالة الألغام من 184 مستوطنة. وأكد زيلينسكي في كلمة له أن الدول الحليفة قامت أخيرا بتسليم الأسلحة التي طلبتها بلاده، مضيفا أن هذه الأسلحة ستساعد في إنقاذ حياة آلاف الأشخاص. أعلن الكرملين أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيزور روسيا الثلاثاء المقبل. وأوضح الكرملين أن غوتيريش سيجري محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف. من جانبها أكدت الأمم المتحدة أن غوتيريش سيلتقي رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الخميس في العاصمة كييف بعد زيارته لموسكو. دعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون 40 دولة حليفة إلى الاجتماع في ألمانيا الأسبوع الجاري لمناقشة الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا مع استمرار العملية العسكرية الروسية. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن وزراء الدفاع وكبار الجنرالات من 20 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو ومن غير الأعضاء وافقوا على دعوة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للاجتماع الثلاثاء المقبل في قاعدة رامشتاين الجوية والتابعة للقوات الأمريكية في غرب ألمانيا. ووصف كيربي الاجتماع بأنه عبارة عن مشاورات ستتطرق إلى السبل التي يمكن لشركاء أوكرانيا من خلالها المساهمة في تعزيز قوتها العسكرية بعد انتهاء الحرب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عسكريا واحدا قتل ولا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين، وذلك إثر غرق طراد موسكافا في أول قرار من جانب موسكو بتكبدها خسائر بشرية في غرق هذه السفينة الحربية. وأكدت الوزارة أن 396 شخصا آخرين كانوا على متن المدمرة تم إجلاؤهم منها قبل غرقها. أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بأن إمكانية عقد قمة مع زيلينسكي مرتبطة بنتائج المفاوضات الجارية. وخلال اتصال هاتفي بين الجانبين أوضح بوتين لشارل ميشيل أن تصريحات المسؤولين الأوروبيين بشأن حل الأزمة الأوكرانية عبر الحرب غير مسؤولة، مضيفا أنه يمكن لبروكسل التأثير على كييف لوقف القصف المكثف على دونباس. وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا لا تسمح لعسكريها في أزوفستال بإلقاء أسلحتهم وأن كييف ليست مستعدة لقبول حلول توافقية مع موسكو. نا
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بيانا للخارجية الأمريكية بأن القوات الأوكرانية تواصل السيطرة على مدينة ماريوبول. وقال بيسكوف إن تصريحات الخارجية الأمريكية حول الوضع في ماريوبول ليست حقيقية، موضحا أن على المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس أن يسترشد بالمعلومات التي وفرتها وزارة الدفاع الروسية والتي سردها وزير الدفاع سيرجي شويغو في الاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين. أعلن قيادي بارز في الجيش الروسي عن أهداف المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة التي تجريها موسكو في أوكرانيا. وأكد نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي أن المرحلة الثانية من العملية انطلقت قبل يومين، وأنها تهدف لإحكام السيطرة التامة على منطقة دونباس جنوبية أوكرانيا، وذلك بهدف إنشاء ممر بري إلى القرب والتأثير على المنشآت الاقتصادية الأوكرانية ذات الأهمية الحيوية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا سعيها إحكام سيطرتها على جنوب أوكرانيا بالكامل وليس منطقة دونباس فقط، وذلك خلال عمليتها العسكرية التي انطلقت في 24 من فبراير الماضي. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف إن المفاوضات بين بلاده وبين أوكرانيا متعثرة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك للافاروف ونظيره الكازاخستاني مختار تلاوبيرزي بعد محادثاتهما في موسكو، أكد وزير الخارجية الروسي أن العقوبات ضد روسيا غير شرعية، متهما الغرب بتجاهل كل مبادئ العولمة. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية وجهت ضربات بصواريخ عالية الدقة ل 13 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك موقعان للقيادة و 11 منطقة لتمركز المعدات العسكرية. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إنه تم تدمير أيضا مستودع ذخيرة لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في قرية تشيروفونيا، فضلا عن تدمير 26 منشأة عسكرية من بينها موقعان للقيادة و 21 منطقة تمركز للقوى العاملة والمعدات العسكرية. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن قرابة 5,100,000 أوكراني فروا من منازلهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية. وأوضحت المفوضية أن 90% على الأقل ممن فروا هم من النساء والأطفال، وأن أغلبهم موجودون الآن في بولندا. أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن القصف والقتال المستمر بشرق دونباس يدل على رغبة روسيا بفرض تسوية، محذرة من أن اقتحام مصنع أزوفستال في ماريوبول سيتسبب في خسائر روسية فادحة. وأضافت الوزارة أن قرار الرئيس الروسي محاصرة أزوفستال يهدف إلى تقويض المقاومة في ماريوبول، كما يدل على رغبة روسيا بتوجيه قواتها لشرق أوكرانيا، مشيرة إلى أن القصف الروسي المستمر على دونباس يهدف لتسريع إقامة مستوطنات انفصالية. يترأس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بعثة خبراء إلى محطة تشيرنوبيل الطاقة النووية في أوكرانيا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، والتي تهدف لتكثيف الجهود للمساعدة في منع خطر وقوع حادث نووي أثناء الصراع الحالي في أوكرانيا. وذكرت الوكالة في بيان أن فريق موظفي السلامة والأمن والضمانات النووية التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتفقدون محطة تشيرنوبيل اعتبارا من الثلاثاء لتسليم المعدات الحيوية وإجراء التقييمات الإشعاعية وغيرها من التقييمات في الموقع، والتي ترتبط على تواجد القوات الروسية لمدة 5 أسابيع قبل انسحابها في 31 من مارس الماضي. رغم إعلان موسكو النصر في معركة السيطرة على مدينة ماريوبول الجنوبية الأوكرانية بعد أسابيع من المعارك الطاحنة، لكن مراقبين وخبراء عسكريين يرون أن فقاء مصنع الحديد والصلب الذي يتحصن فيه المئات من الجنود والمقاتلين الأوكرانيين والأجانب من كتائب أزوف يعني أن الفصل الأخير لهذه المعركة لم يسدل الستار عليه بعد. المزيد في هذا العرض مع الزميل همام مجاهد. أهلا بحضراتكم. يواصل الجيش الروسي تنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث شارفت تلك العملية على شهرها الثاني مستهدفة منشآت البنية التحتية العسكرية ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية، مع التركيز على مهمة تحرير كامل أراضي دونباس.
في أحدث التطورات والقادمة من مدينة ماريوبر الساحلية، أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة وفقا للخطة، على الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر قواته بعدم اقتحام مصنع أزوفستال الصلب آخر معقل للقوات الأوكرانية في المدينة بعد إعلان السيطرة عليها رسميا من قبل القوات الروسية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الجيش الروسي بإلغاء خطط لاقتحام مصنع أزوفستال الصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، قال إنه يريد استمرارها بشكل أو استمرار حصارها بشكل آمن بدلا من ذلك، مضيفا أنه من الضروري محاصرة المنطقة بطريقة فعالة. ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، شكلت تلك المدينة الاستراتيجية شكلت هدفا مهما لموسكو، لاسيما أن السيطرة عليها ستسمح بربط القوات الروسية المتواجدة شرقا بجنوب البلاد مثل شبه جزيرة القرم التي ضمت الأراضي الروسية في عام 2014. يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على مدينة كارمينا بالكامل التي تحولت لمعقل للمسلحين، مشيرة إلى أن القوات تجنبت تدمير البنية التحتية للمدينة نتيجة إجراءات هجومية منسقة. وسط كل تلك التطورات على الأرض، تتواصل المفاوضات بين موسكو وكييف، حيث يتم إجراؤها بشكل شبه يومي حسب مسؤولين روس. وخلال تلك المفاوضات يتبادل الوفدان وجهات النظر ويجري بحث ومناقشة الاتفاقات الممكنة بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا ووضعها المستقبلي المحايد وغير التكتلي، وكذلك بعض القضايا الأخرى. مشاهدينا، كان هذا عرضا لآخر تطورات العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا على الأرض. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. إلى اللقاء. حذر المصرف المركزي الألماني من أنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا فوريا على الغاز الروسي فإن كلفة هذا الإجراء على ألمانيا ستكون باهظة، إذ يمكن أن تصل هذا العام إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي. وقال المصرف المركزي الألماني في تقرير له إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا قد ينخفض بما يصل إلى 5% بالنسبة للتوقعات الاقتصادية الراهنة إذا ما توقفت واردات الغاز الروسي في الحالة، سواء لسبب إرادي أو مفاجئ. وأضاف أن هذا الأمر يعني أرباحا فائتة مقدارها 180 مليار يورو بالنسبة للإنتاج الوطني. أكد المستشار الألماني أولاف شولز أن بلاده ستواصل إرسال أسلحة ومساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، ولكن تحت ضمانات بعدم نشوب حرب نووية ضد روسيا. جاء ذلك ردا على الانتقادات الموجهة لسياسته الخارجية في الملف الأوكراني، حيث أكد المستشار الألماني أيضا أنه لا يعتقد أن حظر الغاز الروسي سينهي الحرب في أوكرانيا. قال وزير المالية الفرنسية برونو لومير إن خطط فرض حظر على استيراد النفط من روسيا تثير القلق والمقاومة لدى عدد من دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف لومير أنه من أجل توحيد دول الاتحاد الأوروبي حول مشروع حظر النفط الروسي فإن التنسيق والموافقة على مثل هذا القرار قد يتطلب عدة أسابيع أخرى، مشيرا إلى أن حصة الطاقة تمثل ما يصل إلى 50% من عوامل التضخم. فرضت السلطات الأسترالية عقوبات على 147 روسيا، كما طلب بقيودها هذه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. كانت أستراليا قد فرضت في 14 أبريل عقوبات اقتصادية شملت 14 شركة ومؤسسة ومنظمة روسية بسبب الوضع في أوكرانيا. كما أعلن هذا البلد أيضا عن خطط لتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، ومن المقرر زيادة المبلغ الإجمالي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا إلى حوالي 143 مليون دولار.
أعلنت إحدى المحاكم الهولندية إفلاس مصرف أمستردام تريد بانك والمملوك من رساميل روسية بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو وكيانات روسية خاصة وعامة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وصدر حكم إشهار إفلاس هذه المؤسسة المالية التابعة لمصرف ألفا بانك الروسي عن محكمة دائرة أمستردام، كما أكد المصرف المركزي الهولندي هذا القرار. علقت وزارة الخارجية الصينية على بيان مجموعة السبع الذي عبرت فيه الأطراف عن أسفها لمشاركة روسيا في مجموعة العشرين المالية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين تعتقد أن استخدام مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة يجب أن يكون لمناقشة القضايا الاقتصادية الدولية وليس الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يتعين على أعضاء مجموعة السبع اتباع نهج المسؤول وتجنب تسييس وعسكرة التعاون الدولي وتحقيق مزيد من الاستقرار والوضوح لعالم يواجه تحديات متعددة. أعربت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن قلقهم حيال الأمن الغذائي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتعهدت بالعمل معا لإيجاد حلول. جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان مع نظرائها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا. وناقش المشاركون بحسب البيان أهمية تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا ومساعدة الملايين الذين أجبروا على ترك منازلهم، كما ناقشوا فرض عقوبات إضافية وتدابير اقتصادية أخرى لمحاسبة روسيا الاتحادية. حذر البنك الدولي من أن العالم على شفا كارثة إنسانية بسبب تصاعد أزمة الغذاء في جميع أنحاء العالم مع تأثر مئات الملايين من ارتفاع الأسعار. المزيد مع الزميل همام مجاهد. أهلا وسهلا بحضراتكم. تحذير شديد اللهجة صدر عن البنك الدولي مفاده أن العالم على شفا كارثة إنسانية بسبب تصاعد أزمة الغذاء في جميع أنحاء العالم جراء استمرار فصول الأزمة الروسية الأوكرانية. البنك الدولي أوضح أن هذه الكارثة أصبحت تحديا أمام حكومات العالم التي تسعى جاهدة لكبح جماح الأسعار. حذر البنك الدولي من أن الارتفاع التاريخي في أسعار المواد الغذائية قد يؤدي بمئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم إلى الفقر وانخفاض التغذية إذا استمرت الأزمة. ووفقا لتقديرات البنك الدولي يمكن أن يكون هناك ارتفاع بنسبة 37% في أسعار المواد الغذائية والتي ستؤثر بشكل أكبر على الفقراء الذين ستتأثر قدرتهم على توفير الغذاء، كما ستتأثر قدرتهم أيضا على إنفاق الأموال على بنود أخرى مثل التعليم. بدأت أسعار الغذاء العالمية في الارتفاع منذ مطلع عام 2021، ويعزو الخبراء ذلك إلى السياسة التي وصفت بغير المسؤولة والتي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الاسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم. وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضوا عقوبات غير مسبوقة على روسيا التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم. مشاهدينا، كان هذا عرضا للتأثيرات السلبية للأزمة بين روسيا وأوكرانيا على أسعار الغذاء العالمي. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. إلى اللقاء. أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة 3 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار في العاصمة واشنطن، وأوضحت وسائل أعلام أمريكية أن الشرطة تمكنت من قتل منفذ الهجوم بعد عملية بحث استغرقت عدة ساعات. حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد في حال أقامت الصين قاعدة عسكرية في جزر سليمان ذات الموقع الاستراتيجي والتي وقعت مؤخرا اتفاقا أمنيا مع بكين. وأعلن البيت الأبيض أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى حذر القيادة في جزر سليمان من أن الاتفاق الموقع مؤخرا
قد تكون له تداعيات أمنية إقليمية على واشنطن وحلفائها. تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بمشاركة ألمانية أكبر في الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. وقالت بيربوك بعد اجتماع مع نظيرها الليتواني في العاصمة الليتوانية فيلنوس إنه إذا قرر الناتو زيادة وجوده ليصل إلى لواء كامل فإن ألمانيا الاتحادية ستقدم مساهمة كبيرة، مشيرة إلى أن ألمانيا ستشارك في تواجد قوي طويل الأمد لحلف شمال الأطلسي في دول البلطيق بمساهمات إضافية. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الشراكة الجديدة الموسعة في مجالي الأمن والدفاع بين المملكة المتحدة والهند ستساعد نيودلهي في تعزيز الصناعة الدفاعية المحلية. وأوضح جونسون أن الشراكة الجديدة العالمية للابتكار ستساعد في نقل ابتكارات الطاقة للدول النامية حول منطقتي المحيط الهندي والهادي. وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الهندية أوضح جونسون أن تعزيز الشراكة بين البلدين سيوفر فرص عمل جديدة وزيادة في الأجور وخفض في الأسعار، مشيرا إلى أن الهند تعد قوة صاعدة في قارة آسيا، كما أنها ستكون ثالث أكبر الاقتصادات بحلول عام 2050. وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق لاستقبال عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد وشم النسيم. وأشار شعراوي إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حتى لا تزيد أعداد الإصابة به نتيجة التجمعات، كما طالب بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة الأعياد. عقد المجلس القومي للأجور اجتماعا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ووضع المنشآت المستثناة من تطبيقه وآلية اختيار المنشآت المتقدمة بنتائج فحص طلباتها. وأكد الدكتور هالة السعيد أن الحفاظ على المنشآت والعمالة والكيانات الاقتصادية هو الهدف الأساسي للمجلس، وذلك لضمان استدامة تلك المنشآت بما يساعد في زيادة فرص التشغيل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأشارت السعيد إلى نجاح المجلس في تطبيق الحد الأدنى للأجور لأول مرة وهو ما يحفظ كرامة العامل المصري، مشيرة إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور. عقد وزير الري محمد عبد العاطي اجتماعا مع رئيس قطاع التخطيط لمناقشة الترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 16 وحتى 19 من أكتوبر المقبل. وأشار عبد العاطي إلى أن أسبوع القاهرة للمياه سيتم عقده تحت عنوان المياه في قلب العمل المناخي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك إيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، مضيفا أن هذا الحدث السنوي الهام يأتي في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتتويجا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بحذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022. وأشار المركز إلى أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن المقررات الدراسية كما هي دون حذف أو إلغاء، مشددة على التزام المدارس بكافة محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقا لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على الثانوية العامة، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. شاء
شاركت جامعة بني سويف في الاحتفال باليوم العالمي للأرض بإضاءة الجامعة باللون الأخضر. وأكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن الاحتفال باليوم العالمي للأرض يهدف إلى نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض وتسليط الضوء على دور الفرد والمجتمع في إنقاذ كوكب الأرض. وإلى أخبار الاقتصاد. أكد وزير البترول طارق الملا أن قطاع البترول يولي أهمية قصوى لمشروعات الرقمنة وتطبيق أحدث التكنولوجيات في تنفيذ المشروعات بكفاءة لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد وخفض التكاليف وإنتاج منتجات بمواصفات قياسية بالتوافق مع السياسات والضوابط البيئية. وخلال استقباله رئيس شركة هانيويل العالمية، رحب وزير البترول برغبة الشركة لتوسعة محفظة أعمالها في مصر والمشاركة في المشروعات الاستراتيجية خاصة في مجالات الوقود الأخضر والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مشروعات الطاقة الخضراء. قطعت الدولة شوطا كبيرا في التوجه نحو استخدام بدائل نظيفة للطاقة كالكهرباء والغاز الطبيعي، وهو ما ظهر جليا في إنشاء العديد من محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي. موبي ستيشن تطبيق أطلقته وزارة البترول ليرشد سائقي المركبات عن أقرب محطة وقود لهم، والذي من خلاله يستطيع خالد أن يصل لأقرب محطة لتمويل سيارته التي قام بتحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي. دلوقتي بقت متوفرة بنزمات الغاز كتير في الزهراء، في التجمع، فوق في شارع 90 بقى فيه، شارع المشير بقى فيه، في علو السرات بقى فيه كتير، في حلوان بقى فيه كتير، بقت المنزلات متوفرة كتير الحمد لله. 852 محطة تقوم بتمويل السيارات بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعاً. كما تم زيادة مراكز التحويل لتصل إلى 120 مركزاً، فيما بلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود 440 ألف سيارة حتى الآن. أنا سألت على تحويل الغاز وقدمت وحولت العربية بقالي سنة وشهرين. الغاز جميل على فكرة وموفر معي جدا في بحكات البنزين، موفر جامد. تاني حاجة بيوفر معي في الزيت، موفر كتير يعني عن البنزين كتير، يعني بيأكل عيش، بيوفر معايا كتير يعني بصراحة، وشغال زي الفل. هو موفر معايا طبعا احسن من البنزين كتير، فرق كبير جدا طبعا معايا، وبلاقي طبعا محطات كتير موجوده طبعا، وفي صيانه مجانيه لمده سنه عاملينها لنا ومفيش اي مشكله الحمد لله يعني. تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بتيسير الحلول وتدريب العاملين وتوعية المواطنين بأهمية التحول للعمل بالغاز الطبيعي كوقود موفر وصديق للبيئة. محطات الغاز الطبيعي للسيارات ومراكز التحويل والصيانة دلوقتي منتشرة على معظم محافظات الجمهورية من وجه بحري حتى الصعيد، ممتدة كمان للقرى والمراكز والطرق السريعة والمجتمعات العمرانية الحديثة. ده بالإضافة أن وزارة البترول قامت بتدشين موبايل أبليكيشن يقدر من خلاله المواطن يستعلم عن أقرب محطة غاز أو أقرب لي يعني، سواء كانت محطة غاز تموين فقط أو تموين وتحويل. والتطبيق دوت متاح على الأندرويد وعلى الأب ستور. أكثر من 10 مليون مركبة مرخصة تسير على الطرق المصرية، تستهلك ملايين الأطنان من الوقود التقليدي وتخرج عوادم سامة تؤثر على البيئة والمناخ. لذلك كان التوجه لاستخدام بدائل نظيفة كالكهرباء والغاز الطبيعي ضرورة ملحة وضعتها الدولة المصرية ضمن استراتيجيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على محافظي البنوك المركزية أن يتصرفوا بحسم وبسرعة لمواجهة ارتفاع التضخم. وأضافت نائبة مدير الصندوق أن هناك ثقة في أن البنوك المركزية ستخفض التضخم، لكن الإطار الزمني للعمل ضيق جداً.
استبعدت وزارة الخزانة الأمريكية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة جراء الأزمات المالية المتلاحقة على المستوى الدولي. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلان إن الاقتصاد الأمريكي أثبت أنه مرن للغاية في مواجهة سلسلة من الصدمات، وإنها لا تتوقع أن يدخل في ركود. وأضافت جانيت أن التضخم ربما بلغ ذروته في الولايات المتحدة، لكنها حذرت من أن الأسعار قد تظل مرتفعة لفترة أطول. والآن وقفة مع أخبار الرياضة. تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه الرجاء المغربي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس في إياب الدور الربع النهائي للبطولة. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، ليتأهل الأهلي للمربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ومن المقرر أن يواجه الأهلي في نصف نهائي البطولة القارية وفاق سطيف الجزائري. أكد محمد صلاح نجم ليفربول أنه لا ينوي الرحيل عن صفوف ناديه الإنجليزي صيف العام الجاري حال عدم تجديد عقده الذي سينتهي في يونيو 2023. وأضاف نجم الريدز في تصريحات صحفية أن التفاوض بشأن العقد لا يتعلق بالمال، موضحا بأن طموحه هو تحطيم رقم إيان راش القياسي كهداف الفريق التاريخي. وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023، ولم يتوصل ممثل صلاح مع إدارة الريدز لاتفاق نهائي حتى الآن بشأن تجديد عقده، ولكن أكدت التقارير بأن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الطرفين. تشهد اليوم الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مواجهة قوية أبرزها لقاء أرسنال ومانشستر يونايتد. المزيد في العرض التالي. يواجه فريق انتر ميلان ضيفه روما اليوم في الجولة 34 من الدوري الإيطالي، ويحتل انتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر، بينما يتواجد روما في المركز الخامس برصيد 58 نقطة. يلتقي اليوم بايرن ميونخ مع بروسيا دورتموند في الجولة 31 من الدوري الألماني، ويسعى البايرن لحسم اللقب قبل 4 جولات على نهاية المسابقة. جماهير الكرة الألمانية على موعد مع مواجهة حاسمة بين الغريمين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في إطار الجولة 31 من البوندسليغا. الفريق البافاري يدخل المباراة وعينه على الانتصار للتتويج رسميا بلقب الدوري الألماني العاشر على التوالي في ظل احتلاله صدارة الترتيب بفارق 9 نقاط عن دورتموند قبل 4 جولات على النهاية. كما يسعى باير لحسم الكلاسيكو لصالحه للانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات التتويج المتتالي في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث يتساوى حاليا مع يوفنتوس الذي فاز بالدوري الإيطالي 9 مرات متتالية. من جهته يسعى دورتموند
ليبقي على حظوظه الضئيلة في المنافسة على لقب البوندسليغا بعدما خرج خالي الوفاض من كل البطولات. بايرن ميونخ استعاد اتزانه بعد إخفاقه أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا، وتغلب على أرمينيا بيلفيلد بثلاثة أهداف دون رد، بينما حصل دورتموند على جرعة من الثقة بعدما حقق فوزاً كاسحاً على فولفسبورغ بسداسية مقابل هدف، مما سيعطي المواجهة زخماً كبيراً من الإثارة والمتعة الكروية. والآن وقفة مع حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وبأخبار الطقس نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السادسة، وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يتفقد عمل التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس. غوتيريش يزور روسيا وأوكرانيا لبحث التهدئة، وألمانيا تستضيف اجتماعا لمناقشة الاحتياجات الأمنية لكييف. الولايات المتحدة تحذر بالرد على الصين إذا أقامت قاعدة عسكرية في جزر سليمان. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. قدم لكم هذه الجولة الإخبارية زميلي لؤي أباظة، ولكم تحياتي أنا سارة عبد الله. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.